تفضل تفضل تفضل. انت شو اللي جابك لهون؟ هدي فوتي على غرفتك. ما بدي فوت. عم بسألك شو جابك لهون؟ ولا جاي تكمل ضربي؟ ولا بدك ترجعني على البيت بالغصب؟ يكون بمعلومة عالبيت مالي راجعة، وطلاق بدك تطلقني، عم تفهم؟ هدي اسمعي شو بدي لك. تيسير طلقني. حاجة تتجبر، الله أقوى منك وأكبر، أقوى منك ومن اللي شادت ظهرك فيهم. أنا مو قلت لك بتلازمي منزلك وما تطلعي براته؟ شو عمل لك الزلمه لحتى عم تجلده هيك؟ شو سوى لك؟ لك مو حرام عليك؟ ما بتخاف ربك؟ أكيد بخاف ربي. وأنت شو؟ جاي تدافع عنه؟ لا أنا ماني جاي دافع عنه، لأنه عنده ربه بياخد حقه منك ومن كل اللي ظلموه. لك شو بدي احكي معك؟ لك جاي اشوفك شو عم تعمل بحالك. انا عم برفع رايه الحق وعم بنشر كلمه الله في الارض، هذا اللي عم بعمله وهذا انا. مين انت؟ مين انت؟ مين لحتى تحاسب فلان وعلندان؟ مين لحتى توزع شهادات للناس؟ هذا مسامحه وهذا معاقبه وهذا مجلده. ايش انت شو دخلك لتدافع عنه؟ بيقربك؟ بخصك؟ لا بخصني، لانه هاد يلي كنت عم تجلده الوحيد يلي وقف معي، الوحيد يلي جاب الدواء لبنتك لما كانوا كلابك مسكرين الحاره. امتى صار هذا الحكي؟ امتى صار؟ معك حق والله ما تتذكر. يا سيدي هاد الحكي صار قبل ما تروح مريم من بين ايدي. قديش شايفة انا مين بحياتي؟ خرسي خرسي وطلعي برات بيتي. ما عم تسمعي؟ طلعي برات بيتي. رك قربي الاوضه جوا، ما بتطلعي لعندك. سعيد كيف ستنفذ المهمة؟ والله ما بعرف، انه قالوا لي بالقيادة هن بيخبروني، بس يكون نقيب الناوة. والله ونعم الموت، لا يوجد اجمل من الشهادة يا اخي. والله ما في احلى من الشهادة، الله يطعمنا اياها يا رب. امتى ان شاء الله هيك؟ يعني بكره بعد بكره؟ والله هلا كنت عم بقول له انه انا ما بعرف، هي القيادة رح تخبرني يا بكره يا بعد بكره حسب وضع الحاجز. ان شاء الله يا رب. وانت جاهز ان شاء الله للعملية الانتحارية؟ استغفر الله، اسمها عملية استشهادية وليس انتحارية مثل ما يقولون أعداء الله. استشهادية؟ أنا هيك قصدت يعني استشهادية. استغفر الله العظيم الحزين. كيف مبروك عليك، تفضل. شكرا. تفضل. ربي قويك. شكرا. يعني يا ام غسان انت شايفه انه اللي عملته بنتك صح وانا لازم اسكت عنه؟ والله يا بنتي انت الغلطانه. ليش عم تطلعي فيي هيك؟
جوزك عم يحكي الأصول. والله مو غريبة إنك توقفي معه على الباطل، شي متوقع منك. لكن بدك ياني يوقف معك وأنت على غلط؟ أصلاً شو أخذك على هديك الأراني ولهدول العالم؟ هدول أولاد بلدي ولازم كلياتنا نوقف معهم. يبدو أنت فهماني الأمور غلط، ومانك عرفاني إنه جوزك صاحب مركز ومكانة اجتماعية. هاي المكانة الاجتماعية بتتأثر كتير كتير إذا مرته تعاملت مع هيك أوصلت. والله مالك مضطر تترك مرتك تروح على هيك أماكن. شو قصدك يعني؟ قصدي طلقني وريح حالك. يعني ما رح تتركي هالشغلة؟ لا، ما رح اترك هالشغلة ولا رح ارجع لك، وانت ورأيك ما بتعنوني. اي شو علي؟ مثل ما بدك، خليكي ببيت اهلك معززة ومكرمة. اسلموا اسلموا، شكرا. لشوف بس كيف بدكم تدبروا حياتكم وشلون بدكم تعيشوا. حقيقة شعرتي لي بدني، يعني ولاد بلدي يا الله. تشاو. سوري طول بالك تيسير، بس حكيت كلمتين بس هدي اعصابك شوي. تشاو. ارتحتي هيك؟ قلعتي للزلمة؟ شو بدك يعني اعمل هلا؟ وعم تنفخي كمان؟ تعي لهون يا دكتورة! لازم اعمل شيء، لازم نبه الشباب على الحاجز. بس أنا مو هي مهمتي، ما بصير أطلع المهمة الرئيسية اللي فتت من شأنها. بس لا، لازم أعمل شيء. يا ربي دخيلك، شو بدي ساوي؟ شو بدي أعمل؟ شكله كتير تعبان. لساتك هون؟ ايه أيهم أنا هون. روحي بلا ما تتأخر. خلص أنت لا تهكل همي، أنا رح ضل جنبك الليلة لحتى تتحسن. لا تخافي علي. خلاص نام وارتاح بقى. ان شاء الله ما احلاك. شو منبر اليوم رح ننفذ العملية شيخنا. متأكد انه جاهز؟ بإذن المولى جاهزين. الشباب تجشموا عناء السفر من بلاد بعيدة ليستشهدوا على أرض الشام المباركة.
واللي قاطع هيك مسافة أكيد رح يكون جاهز للشهادة في أي وقت. أحسنت. خلي أبو يوسف يجهزه ويعلمه كيف يقدح الحزام، وخلينا نتكل على الله وقدفوا على الحاجز. ماشي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا الله ما أحلاك، لو ما كنتي موجودة شو كان راح يصير فيني؟ آسف آسف آسف، كنت عم غطيكي بس. كيف صرت؟ لا الحمد لله أحسن. الحرارة؟ كأنها راحت. سكارليت عذبتك معي. لا تقول هيك، أنا ما ساويت شيء. كل هالشيء وما ساويتي شيء؟ ليك أيام، أنا صح من أول ما شفتك ارتحت لك وحسيت إنك الوحيد اللي ممكن تساعدني هون لأنك مختلف عن الباقيين. بس صدقني لو ماني متأكدة 100% إنك مربى وابن حلال، أنا ما كنت رح أتصرف معك بهي الطريقة. وواضح إنك شخص صادق وصاحب مبدأ يعني مثلك إلهي. لو ما كانوا السادقين والمخلصين هن الأكترية فعلى الدنيا السلام. بتشربي قهوة؟ ايه طبعا بشرب، بس عندك بنت؟ أنا بعرف إنه بالحارة هون ما في شيء. راح أطلع دور بركي بلاقي. طيب ما بتخاف إذا شافوك طالع بهالوقت يعملوا لك مشكلة تانية؟ صدقيني ما عاد عندي شيء خاف عليه. وقدران تمشي؟ لازم أمشي، بدي أحرك حالي. يلا انتبهي على حالك. عبد الرؤوف ما بعرف، حاسس حالي بتوتر او خايف او اخرس. الشيخ بريمان طار. عبد الرؤوف انا اليوم رح موت. هذا ما يتسماش موت، هذا اسمه استشهاد. لازمك تصلح بالدفاع اقوى. ماشي بس انا ما كنت عامل حسابي اليوم، كان لسه بدي. ما تخافش يا اخوي، ما هي الا لحظه من الوجع وبعدها تمشي لعالم السرمد وربي راضي عنك. عبد الرؤوف انت عم تفهم علي؟ اخ غسان ما بيجوز نتاخر على الشيخ ابو اليمان. ربي يقويك. انا ما عم بقدر اشتغل شيء، لا عم بقدر اجيب معلومات، لا عم بقدر اتحرك. هذا مو شغلي. المشكلة إني وضعي معقد، أي حركة مني محسوبة لي. بس على كل اللي كيف فيني ساعدك. عدنان وزعت الأكل أنا على المجاهدين وجيت. يعطيك العافية. شو بعدنا؟ عدنان هو الشخص الوحيد ممكن يساعدني، ممكن ياخذني على قيادتي. ممتاز. هن خسروا عناصر كثير بحاجة لأي عنصر جديد، فلا تقلق أكيد رح ياخذوك. في موضوع تاني لازم لك اياه. خير. جماعة عم جاز واحد ليفجروا حاجز الجيش. حاجز الجيش؟ ايه. لا ما. والحل؟ الحل لازم تتصرف. قلت لك انا حركتي مقيدة ما اقدر اعمل شيء، انت لازم تتصرف. شو بدي اعمل انا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بدك شيء عمي فهد؟ اه سلامتك. وقف التفجير، اتصرف. أهلين بسيادة الملازم مجد.
ولو ما تقلي ما عرفتني يا سيادة الملازم. لك شو ملازم او ملازم يا رجال، انت تفهم تمه بعدين. هذا الشكل واحد ضابط، لك انا درويش على باب الله. شوف انا يمكن كون غلطان بالرتبه لانك اكيد ترفعت، بس فيك مستحيل اغلط، مستحيل انسى يلي ضل معلمي سنتين بالجيش. احكي لي انت شو عم تعملهم، وشو قصه هذا الاسم فهد اللي كانوا عم ينادوا لك فيه الشباب؟ لا تقلي انك تشقين، لاني بعرف كثير منيح اللي مثلك مستحيل ينشق. لك يا اخي انا اسمي فهد جبنا، انا اسمي. بعدين شو قصتك انت مع اسمي؟ بدك تخبر عني؟ روح خبر عني. لا اكيد ما بدي خبر عنك، بس انا بدي اعرف شو عم تعمل هون تحت اسم مستعار. لك مين وقال لك اسمي مستعار؟ انا اسمي فهد، امنت بالله على انه عاكلينا من هون ومن هون. يا اخي انا اسمي فهد، بعدين هاي شغلتك انت؟ لا مو شغلتي انا. صحيح هدول الجماعه معجبيني، صحيح انهم قهروني وزلوني وجلدوني، بس انتو كمان اذا لقطوني ما رح ترحموني. طيب على فرض انا هذا الشخص اللي ببالك، انت برايك انا جاي كمشاك؟ جاي مشانك لهون؟ لكن احكي لي انت شو جاي تعمل هون؟ هون بدك يعني احكي لك شو جاي اعمل؟ ايه هون. خدني على بيتك. تفضل. أقوى من هيك. مو بإيدي يا عبد الرؤوف، مو بإيدي، والله خايف كثير. لك أنا ما كان بدي موت هيك. الشهادة تناديك وأنت خائف منها؟ ربي قويك ويعيشك. المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. قول يا رب. يا رب. إجانا ضيف، تفضل. أنا بعرفك، أنت مو معلمه لعبد الله؟ أنت خطيب رسالك. ما شاء الله، طلعنا شلة ومنعرف بعض. أنت شو جابك لهون؟ بس ما تقلي إنك انشقيت. أنت شو جابك لهون؟ شو عم تعملي هون؟ أنت آخر حدا كنت توقع يجي هون. أنا هون بشغل، أيهم عم يساعدني. فينا نشيل هذا الحديث؟ إيه. بدي أكون ساعدني. كيف؟ بشو؟ في انتحاري بده يفجر حاله بحاجز الجيش. طالما عم تحكي هيك معناتها ما انشقيت. متأكد انه جاهز لتنفيذ المهمة؟ ان شاء الله ان شاء الله. شيخ سعيد صار جاهز. قبل ما تنفذ المهمة تكبس هذا الزر، بدي منك شغلتين. أول شيء لا تخليهم ينتبهوا إنه في شيء تحت ثيابك. حاضر شيخ. وثاني شغلة وهي الأهم، ما تنسى واجبك تجاه رب العالمين، انطق الشهادتين. حاضر 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 شيخي. الله يرضى عليك، أحسنت وأحسن الله لقائك. إلى جنان الخلد يا أخي، بارك الله فيك. هيك واحد بينفذ هيك مهمة لك يا أبو اليمان؟ هيك مهمات بالدرجال ذوي إيمان؟ أنا من أول ما شفته قلت لا يصلح لا يصلح. ما بيّ معك؟ لا تبرر لا تبرر. شيخ سعيد أنا سأقوم بتنفيذ المهمة بإذن الله.
أحسنت أحسنت. ليش بدك يعني ساعدك؟ لأنه هذا واجبك. واجبي تجاه مين؟ تجاه حالك، تجاه بلدك، الناس اللي تحبها، تجاه أخواتك. أخواتي اللي عم تحكي عنهم إذا مسكوني ما رح يرحموني. على فكرة هلا مو وقت لتاب، لأنه في شيء أهم عم بيصير. إلا إذا كنت رضيان بالذل من هدول المجرمين. إيه كثير رضيان بالذل والجلد. أيام أنت لازم تعمل شيء، هذا الحكي مو وقته هلا. إذا وصل الانتحاري على الحاجز مثل ما عم يقول مجد، كلياتنا بنعرف الكارثة اللي رح تصير. تكفي اللي خسرناه. أنت ليش عم تحكي هيك وكأني طرف؟ كلياتنا أطراف. لازم نتصرف، ما بصير. كرمالي أيهام. إذا في حدا بيقدر يساعد فهو أنت. إيه ما في مشكلة، أنا جاهزة، بس قلوا لي كيف. رح أطلع أنا وياك ودلك على طريق بيوصلك على الحاجز من دون ما حدا يشوفك. هذا الطريق سري، فتحناه أنا وكم واحد من الشباب منشان نوصل المعونات. أي بس أكيد أعمل. طبعاً أعمل 100%. هو بمر من بين البيوت، وكل صاحب بيت بيسلمك لصاحب البيت الثاني، هيك لتصلي للطرف الثاني وبتكوني وصلتي على الحاجز وبترجعي من نفس الطريق. ماشي، بس شو بدي أقول لهم بس أوصل؟ في ضابط اسمه فارس، بتقولي له في إرهابي عم يجهز حاله ليفجر حاله بالحاجز، يا اليوم يا بكرة. طيب وبركي ما صدقني؟ رح صدق. بتقلي له بعدين عندك الرائد مجد، وبتقلي له العزيمة لسه قائمة. بس هيك؟ اي بس هيك. هلا جهزوا حالكم فورا قبل ما يتحرك الانتحاري، بسرعة. ماشي ماشي. طيب يلا جهزي حالك، رح اوصلك على اول الطريق. يلا. يا دكتور. لا 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 لا، انا هي العينه بس بدي اياك تستعجلي فيها اذا سمحت. تمام تمام، بس هي مواد غذائيه يا دكتور، هي مواد غذائيه وبدها تتامن بسرعه. ماشي طيب طيب، مزبوط مزبوط، ارواح عالم. ايه ماشي، شكرا 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 كثير لك، ممنون لطفك. تسلم تسلم دكتور، شكرا، سلامات، باي. أهلين حبيبتي. شو مع مين عم تحكي؟ كنت عم بحكي مع الدكتور فواز، عم خليه يستعجل بالعينة. أنو عينة؟ العينة تبع صاحبي تيسير. وليش لحتى تستعجلوا؟ هذا الشغل بيمشي أصولا هشام، ما بصير هيك. إيه مضبوط كلامك حبيبتي، بس أنا كمان خبرتك إنه تيسير صاحبي وصار عم يدق لي باليوم 100 مرة، يعني صرت مضطر سكر هاتفي منشان اتصالاته. حتى لو كان صاحبك ما بصير هشام، ما بصير. يا حبيبتي أنت روقي، لا توقفي عند هي التفاصيل، خلص ما عملنا شيء. خبريني شو أكلي حتى طالعة حل يعني؟ يقبرني المعصب أنا. يا الله، هذا احلى خبر بسمعه بكل حياتي. حبيبتي انا بفهم انه اي بنت بهالحياه بتحب الحفله، يصير في حفله وهدول القصص، بس شوي الموضوع بده يكون على الساكت وعلى الضيق، يعني انت بتعرفي من شان ابي. لك عادي حبيبي، اصلا انا ما بقبل انك تعمل لي حفله وابوك متوفي. شو عم تحكي يا عمري؟ انا ما توقعت تتفهمي هالموضوع. تعرف شو، طول عمري عشت متمنية هاي اللحظة ومستنيتها، يعني طول حياتي متمنية إنه أنا وياك نعيش تحت سقف واحد ويكون جيب أولاد. تعرف شو، نحن لازم ما نعيش بهي البلد، مو مكاننا أبدا. وبدنا نسافر. بدنا نسافر على أوروبا مثلا، أمريكا، كاليفورنيا. إيه لا لا لا، ميامي. ميامي الجو بيطير العقل فيها، ما بتتخيل شو حلو. بدنا ناخد
لا لا، بدنا نشتري فيلا على البحر، وبدنا نشتري يخت، يا الله، ونطلع رحلة لحالنا أنا وياك. أوف أوف يا عمري، هيك يخت فرد مرة؟ مو بس يخت، بدنا نستأجر التايتانيك لحالنا. يمكن يا عمري أنت ما بتعرفي شو وضعنا وقديش معنا مصاري. هلا المصاري اللي معنا حاليا ما بيكفوا نشتري أي شيء بالتايتانيك. أوكي، ما عندي مشكلة، بنشتري يخت صغير. قلك شي؟ ايه؟ يمكن حتى فلوكة صيد ما فينا ناخذ. يقبرني هذا عمتك، حياتي انت. بتوصلها لأقرب نقطة بتقدر توصل عليها. ولا يهمك، اعتبرها وصلت. وبتنبه كل الشباب يديروا بالهم عليها. لا خلص، حياتها هلأ أهم من حياتي، فهمت؟ لا خلص، فهمنا شباب. شو أول مرة؟ الشباب رح يديروا بالهم عليكي. خلص ولا يهمك، بس بدي منك أنت تديري بالك على حالك كمان. أكيد، ما بدنا نرجع نشرب القهوة سوا؟ رح استناك. يلا 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 يلا. وبعدين بقى؟ إيه شو أنا عايش بحبس؟ بدي أطلع من هون هلأ واليوم قبل بكرة. وين بدك تطلع؟ روق سمرة، روق. أخي ما بدي ينضرب على قلبي، بدي أطلع من الحبس اللي عايش فيه. لك كرهت عيشتي، بدي شوف الضوء. إيه على سيرة الضوء، جعل بالي استخك كف، خلي عيونك يشعلوا مثل إشارة النوم، أحمر وأصفر وأزرق، لا أخضر، بس أنت رح خليك معلي على الأحمر، فهمت؟ كن. راحت؟ راحت أكيد. يا أخي أنت شو عم تعمل هون؟ أنت ليش مطلع برات الحارة صحيح؟ ليش الكل عم يسألني نفس السؤال؟ يا أخي أنا ما بدي أطلع من حالتي، ما بدي أحس بغربة. إيه بس يمكن برا أحسن من جوا. بالنسبة لي كله نفس الشيء. بدي أسألك أنت ليش مطلوب؟ والله كنت أطلع مظاهرات. إيه شغلة بسيطة، أنا فيني ساعدك. كيف؟ كيف؟ أنا بحكي مع حدا وقال له إنك ما حملت سلاح، يعني شغلتك بسيطة. إيه وبعدين شو رح بيصير؟ بيصير انك بترجع بتعيش مثلك مثل البشر. لو بدي ارجع اعيش مثلي مثل كل هالبشر ما وصلت لهون. انا اذا طلعت لبرا بدي ارجع انظر مظاهرات. بتزبط معكم؟ بتزبط معنا، بتزبط معكم. اقول لك شغله، شو ساوت مظاهراتكم؟ شو عملت؟ خربت البلد، ما هيك؟ شايف الامور لوين وصلت؟
هذا اللي كان ناقصنا. شو كان ناقصكم؟ ما كان ناقصنا شيء، ناقصنا كل شيء. لا، ما كان ناقصكم شيء، ما كان ناقصنا شيء. أقول لك شغلة، بهذا البلد ما كان حدا جوعان، ما كان حدا متشرد ما عنده بيت، ما كان حدا مريض ما معه حق دواء أو مشفى يفوت عليه. حدا كان يسألك منين أنت؟ لوين رايح أنت؟ أعطيني هويتك. حدا كان يسألك؟ أنا بشوف بلا شوية حرية كل يلي حكيته صفر على الشمال، ما له أي قيمة. مو تعطيني رغيف خبز بإيد والإيد الثانية تسد لي دمي. أنا ما بدي خبز، أنا خبزي الحرية. بدي خبزك الحرية. على فكرة أنت لو طلعت لعن اللي حواليك أو فكرت الموضوع بشكل هيك منطقي أو مسؤول شوي، كنت عرفت أنه الحرية هي موضوع نسبي، لأنه ما في مجتمع هو حر بالمطلق أو بيعطي أفراد الحرية. الحرية اللي أنتوا طردتوا فيها ما بعرف شو اسمها، ما عم بفهمها، يمكن اسمها انفلات، ما رح أقول انفلات، رح أقول لك أنه اسمها حلم، بس هذا الحلم صعب يتحقق. يمكن يكون حلم، بس نحن وقت حلمنا اندعسنا. لا، ما حدا بيدعسك إذا عم تحلم، تندعس إذا كنت عم تخرب بلدك، تندعس إذا كنت عم تشتغل وتحقق حلم الغريب بهذا البلد. هاي كانت أحلامنا نحن أولاد البلد، بس لما دخل الغريب اندعسنا. ما عاد تعرفان أحلامنا اندعست ولا انسرقت. يا ريت وانت عم تفكر بأحلامك شو صار فيها تفكر انه مو مستاهل توصل الامور لهون. حلمك وحريتك خربوا البلد، دمروا اللي مستاهل توصل الامور لهون. لا طبعا، صدقني ما حدا قال كلمة حرية بصدق. بتمنى توصل الامور لهون. يلي بده الحرية ما بيرضى انه ينجلد. أنا شو بيأكد لي إنه كلامك حقيقي؟ شو بيعرفني إنه أنت صادقة؟ طيب وإذا قلت لك إنه رائد مجد بيقول لك إنه العزيمة لساتها قائمة؟ طب هو من أي طريق بده يجي؟ رح يجي من الطريق الرئيسي، وقال لي خبرك إنه رح يكون لابس مثل أي شخص مدني مشان ما حدا ينتبه له. شكرا كثير لك. أنا ممكن أعمل شيء لحتى أضمن سلامتك؟ لا أبدا، هلا سلامتكم هي الأهم، وأنا مثل ما أجيت لحالي برجع لحالي على حالي. بالإذن الله معك. مساعد عمار، رقيب فراس. حاضر سيدي. نعم سيدي. احكوا لي مع كتيبة الهندسة بسرعة فورا، جهزوا حالكم منيح. حاضر سيدي. معلم سيدي. بس نتأكد نوصل لعندهم وتنفذت العملية لازم فورا نهجم. ونحن وكل الشباب يا شيخ رهن إشارة منك. وعليكم السلام خواجة عصمت. على عيني. جاهزة. ايه بس بدي اعرف شو الترتيبات اللي من طرفكم. ونعمل اتكال. وعليكم السلام. طب يمكن هذا هو. وين رايح يا مواطن؟ انا بدي احكي معك. انا بدي اطلع من الحرم. قف. انا اجيت على هذا المكان بالغلط. وقف عندك لا تقرب اكثر.
وقف عندك، لا حدا يتحرك. شباب الهندسة شوفوا شغلكم. ايه اوكي حسام، بكرة منلتقى بالمركز. لا سلامتك، باي. مين عم توعدي؟ حسام. وليش بدكم تلتقوا؟ لنروح على مركز الإيواء، عند الناس اللي بحاجتنا، لازم نوقف معهم. يا بنتي انت شو عم تعملي؟ لساتك مصرة تروحي على السخافة تبعك؟ ماما هي ما اسمها سخافة، هي قصة إنسانية ما لها علاقة بحدا. إنسانية قلتي لي؟ وجوزك مو إنسانية؟ خلص استغنيتي عن جوزي؟ وقت بيضربني وهو متجرد من إنسانيته بيكون هو المستغني عني مو أنا. لك يا بنت انت عارفانة شو عم تعملي؟ كم مرة بدي إلقي قلبي وقل لك إنه شركتنا بخطر وراح نخسرها ويمكن بالآخر بيعها وبيع البيت كمان؟ ما كنت تفهمي؟ موضوع الشركة موضوع تاني. على فكرة تيسير ربط الموضوعين مع بعض. لك أنا مشان الشركة تبعك عملت كل شيء، جوزت واحد مالي مقتنعة فيه مشان أنت ترضي، مشان أرضيكي. أنا لا بدي شركات ولا بدي مال، الشغلة الوحيدة اللي بدي إياها أخلص من هذا التافه اللي اسمه تيسير. لا تقولي تافه. لا تافه ستين تافه، وأنا هاي الجوازة كلها ما عاد بدي إياها. مرة واحدة بحياتك فكري ببنتك، فكري ببنتك اللي بعتيها. صارت القصة بالضبط؟ هلا بالضبط بالضبط ما بعرف، بس اللي سمعته من الشباب انه كشفوه قبل ما يوصل على الحاجز. هو جبان ولا هم كشفوه؟ لا لا ابدا هو ما جبان، الشاب كثير عقيدته قوية بس ما بعرف كيف كشفوه. طيب مات ولا لقط؟ مات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحتسبه من الشهداء. وهلا شيخنا شو بدنا نعمل؟ نكمل، شو بدنا نعمل؟ بدك تدبر حدا يكون محله وينفذ المهمة. طريق الجهاد طويل وبده إيمان، ولازم تشوف حدا يكون عنده عقيدة وصبر وقدرة ويكون قادر على اختراق الحواجز. إن شاء الله. أحسنت. سكارلي أنا ما بعرف كيف بدي أشكرك. ولو أنا ما سويت غير الواجب. شكرا، هلا لازم أمشي. على فكرة فيك هلا تروح تخبر عني، فيك تقول له إني ضابط بالجيش، الجيش العربي السوري. Yeah, I'm
رح تبقي عشقي والغوايا شام مهما اجتمع.